الدفاع المدني السوري يقول أن 6 أطفال قتلوا مع أمهم وأبيهم وشاب نتيجة غارة جوية استهدفت قرية كفر تعال في ريف حلب الغربي. صحيفة الوطن الموالية تقول أن أسواق مدينة اللاذقية شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الأساسية بنسبة 150 و350 ليرة في العديد من الأصناف. مراسل حلب اليوم في السويداء يقول بأن أهالي المدينة خرجوا بمظاهرات لليوم السادس على التوالي احتجاجاً على الفساد والغلاء المعيشي. المحامي السوري فراس حج يحيى يقول عبر صفحته في فيسبوك أن اللاجئ السوري عبد الرحمن العكاري لقي حتفه في لبنان إثر تعرضه للضرب بالحجارة على رأسه من قبل مجهول. انسحاب حزب التقدم الشعبوي النرويجي من الائتلاف اليميني الحاكم احتجاجا على إعادة زوجة أحد مسلحي تنظيم الدولة من مخيم الهول في سوريا مع طفليها إلى البلاد. توفي شخص رابع في مدينة ووهان وسط الصين إثر إصابته بالالتهاب الرئوي بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.